أحمدك اللهم استتماما لنعمتك، وأستعينك مفتقرا إلى هدايتك التي كشفت عن القلوب حجب الظلام، فكانت أمنا لمن تمسك بها ونورا لمن سار على دربها. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وإمامنا وحبيبنا وزعيمنا وقدوتنا وإمامنا محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أنا عايز بقى عشان أغيظ الأعداء اللي النبي محمد تعبهم نفسيا، عايز أسمع بقى اللهم صل على محمد وعلى آل محمد دي تهز القاعة 10 مرات. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، 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 اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. أشكركم جميعا. أصلاني طالع كياد لأمي، عارفين أم الله يرحمها، أنا طالع كياد ليها عشان النبي محمد غايز بعض الناس، فبدام غايزهم احنا نخليهم يتحرق دمهم، هنحب النبي وحنتبعه وحنمشي وراه عجبكم او مش عجبكم، وكمان مع آل محمد. انا عايز اتكلم اليوم، طبعا عايز اقول لكم حاجة، النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحقيقة نحن نحتفل به يعني كل ثانية مش كل دقيقة، فما من مسلم في بقاع الأرض ذكر الله إلا ذكر معه رسول الله. يعني هذه مسألة، يعني الاحتفال دون الدخول في يجوز الاحتفال ودي سنة ولا بدعة، فرسول الله أصلا نحن دائما وأبدا موجود بيننا، يعني لا نصلي 5 صلوات في اليوم الرسول، يعني نصلي الظهر 4 ركعات الرسول، يعني ما فيش أي حاجة إحنا بنتحرك بها إلا والرسول نحن نحتفل به كل ثانية. فهو هذا النبي العظيم الذي هو سبب وقفتنا هذه، هو الذي هدانا إلى الله، هو الذي عرفنا بالله. وعايز أقول لكم بقى، وأنا عايز أتكلم على النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخذ الأمور بطريقة شوية مختلفة. عايز أقول لكم إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ده تحمل العبقرية في القدرة على التحمل، وبعدين عمل من الفسيخ شربات. تعرفوا الفسيخ؟ يسد النفس عند المصريين، بس هو بيحبوه المصريين، الستات يحبوا الفسيخ لأنه مملح وشوية زايد يعني. فالفسيخ اللي هو ملح إنجليزي يعني، حوله لشربات، يبقى حول الفسيخ لشربات. العرب كانوا هم الفسيخ، النبي عمل منهم شربات. ازاي؟ اولا النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما تعلمون انه هو جاء في بيئة عربية، كما قال الشاعر لا تمر بهم الا على صنم قد هام في صنمي. والعرب القديم كانوا عارفينه بيسموه ايه؟ النهاب الوهاب. النهاب ينط على قبيلة يسرقها، وبعدين يوقد الليل النار في الليل عشان يدعو الضيوف. ايه التناقض الغريب ما بين ان هو يبقى بلطجي لكن كريم، فالعربي
اللي هو عرف بأنه النهاب الوهاب، استطاع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في هذه البيئة بقى. أنا عايز أقول لكم بس نقف مع بعض شوية عشان تعرفوا الحساسية التي عاش فيها رسولنا الكريم صلى الله عليه وآله وسلم. تخيلوا رجل القرآن بيقول عليه، أنت عايز تعرف النبي والمشاكل بتاعته اللي عاشها، اقرأ القرآن وافهم. عايز تفهم المسألة روح على القرآن. ربنا بيقول إيه؟ أفلم يتدبروا القول أم جاءهم ما لم يأتي آباءهم الأولين أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون. يعني أنت، يعني لو أنت الشخص، تسمحوا لي يعني أنا مصري، يعني أنا مصري، يعني ينفع واحد مثلا، أنا أحب الرقصين شوي، ينفع في عبده فاجئنا تيجي تقول إنها ربنا اختارها مثلا إنها تدعونا إلى الله مثلا، هي عندها استعب تتوب، الله يعني توب أنا وسهلا، ما عندناش مانع. واحد طول عمره ضال وبعدين فجأة ربنا يختاروا نبي. عشان كده لما تقرأ الآية أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون، تفهم. ما يجي لك بقى حديث النبي كان بيقولوا عن الصادق الأمين، ده حديث ضعيف. حبيبي احنا عندنا نص قرآني بيبين لنا ان ربنا بيقول لهم انتوا مش عارفين الرجل ده منكم، يعني واحد غريب عليكم، ده واحد من بينكم اصلا، تعرفوا نسبه واصله وفصله واخلاقه وسلوكياته بين الناس. فلو انا اخترت لكم واحد عبيط او مغفل او قليل الادب او ليس عنده سجايا او من عيلة يعني مش فقيرة، لا عيلة بدون اخلاق، كنت ممكن تقول ايه جرايا جدع انت جاي تغني علينا، روح. انما لا، ده راجل يعني محترم جدا. ام لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون ام يقولون به جنة، ولا بيقولوا عليه ايه ده لبسه الجن، ده ممسوس، بل جاءهم بالحق وأكثرهم للحق كارهون ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن. طيب، بل قالوا أضغاث أحلام، بل افتراه، بل هو شاعر، فليأتنا بآية كما أرسل الأولون. تعالوا ما أقول لكم، عندنا مثل مصري شحيح شوية بعيد عن المعنى ده، ويعني استغفر الله في استخدامه، يعني بس استخدم منه معنى. المصريين لهم مثل يقولوا الشطرة تغزل برجل حمار، الشطرة تغزل برجل حمار. يعني لو واحدة شطرة وما عندهاش أدوات كتيرة تعرف تغزل بيها هتتصرف، ما تفضلش تقول ما عنديش. والخيبة يعني تحير العطار، الخيبة خيبة. النبي صلى الله عليه وآله وسلم غير الأنبياء السابقين، الأنبياء السابقين ربنا أمدهم بأدوات. الأغبياء يعني لو جبت واحد، يا أخي أنا عيسى ابن مريم يا سيدي، أنا واحد ميت يصحي؟ اصحى يصح، ده عيسى رسول الله. أنا يعني أقدر ألف وأدور أهو يا عم، ميت أبوك مات بقاله قد إيه يا حبيبي؟ بقاله 10 سنين، أصحه لك؟ أطلعه لك من التربة؟ يقول لك أنا عيسى ابن مريم؟ أدي مثلا نموذج يعني. واحد مولود أعمى، خدوا بالكم كلمة يبرئ الأكمة، الأكمة يعني اتولد أعمى. ليه؟ لأن ممكن لو واحد عمي لاحقا، واحد يقوله كان عنده انفصال شبكي مؤقت وممكن الدكتور يخلصه، إنما لا، مولود أعمى يعني العصب البصري ما بيوصلش صورة من العين للمخ أصلا، مولود بيها. ويجي عيسى يملس عليه يمسح، عشان كده المسيح يمسح يخليه يبصر. هل ممكن أنا بعد ما أشوف الكلام ده أنكر هذا الرجل؟ مسألة صعبة. طيب موسى عليه السلام 9 آيات بينات، موسى ده يعني ايه؟ واحد يمسك العصاية طخ يفتح بحر، البحر الأحمر انفتح فكان كل فرق كالطود العظيم. وبعدين معاه المغفلين اللي معاه، لازم أقول عليهم المغفلين، ده الحد الأدنى، الحد الأدنى في التعبير يعني مع التحفظ يعني. يعني بعد ما فتح البحر وهم كانوا قبلها بيقولوا ايه؟
بصوا قالوا ايه؟ انا لمدركون. قال اسمع، كلا ان معي ربي سيهدين. فاوحينا اليه ان اضرب. خد بالك، يبقى موسى لحد ما كان قدام البحر لسه مش عارف المخرج ايه، على طول لما قال انا سيهدين يعني انا مش عارف هيحلها ربنا ازاي بدلالة سا، يعني ايه هو هيقول لي اعمل ايه الان. فضرب البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. تخيلي انا بقى لو انتوا وانتوا الامريكان، وانا اشوف حد يضرب البحر يفلقه وعدي، وبعد ما عدي يجي فرعون وجنوده يسيبوا ايه؟ واترك البحر رهوة، يعني سيبه كده مفتوح حلو عشان الايه هيشخلعهم. انزل انزل تعالالي في البحر، المية غطت. اظن الواحد ساعتها لازم يقول الله اكبر، ايه العظمة دي؟ لا، يدوبك بعد ما عدوا المية كان رد فعل المغفلين، لقوا ناس بيعبدوا صنم، قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. قال إنكم قوم تجهلون. إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون. أنا بحاول أقول لك بس إيه بعض الأشياء اللي هي، شوفوا موسى الأدوات عنده قد إيه الأدوات، ومع ذلك موسى عمل إيه؟ شوفوا على الأرض، قالوا له مش رايحين ندخل، مش هندخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم، ولا ترتدوا على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين. قالوا اسمع في الآخر، يا موسى اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. الفلسطينيين إن فيها قوما جبارين، وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها، فإن يخرجوا فإنا داخلون. ناس صالحين بتعوت ربنا قالوا لهم، يعني قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهما ادخلوا عليهم الباب، بس زق أنت. يعني شوف واحد بيقول لك إيه، زق زق الباب الحصن، زقه هتخلص. ما هو ده الفرق بين علي بقى، ولأن ده مش موضوعنا يعني النهاردة للنبي، ولو ان ده مش موضوع، ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموا فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها، يلا فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هنا قاعدون. كان رد الفعل إيه؟ موسى مسكين يعني قال رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفسق. يبقى موسى ايه؟ رمى المنديل، مش كده بلغة البوكسنج، رمى المنديل الرجل. خلاص ربنا قال له خلاص 40 سنة يأتيهون في الأرض لحد ما الجيل ده كله يخلص، وبعدين حيجي يوشع ابن نون اللي هو فتاه، قال موسى لفتاه لا أبرح، يقود السفينة ويدخل. طيب يبقى النبي ما كانش عنده لعصى موسى ولا معجزات عيسى إلى إحياء الموت، وجاي بالكلام. فهمتوا بقى المثل المصري؟ لما النبي صلى الله عليه وآله وسلم يستطيع بالأدوات العقلية وأدوات الكلام، انتوا عارفين قصتكم الإمام علي يقول إيه؟ يقول قال لمعاوية ونحن أرباب الكلام. طبعاً يعني المنطق، عشان كده ربنا قال في النبي محمد قال ايه؟ قال علينا الملة كلها، قال ملة ابيكم ابراهيم هو سماكم المسلمين. ابراهيم ايه؟ عنده فيه ادوات حسية؟ اقرأ قصص ابراهيم كلها، لا عمل ولا كان عنده لا اضرب ولا اعمل، كان راجل حتى ينفع يبقى رسام كاريكاتير. عارفين سيدنا ابراهيم ينفع في التنكيت زي رسام كاريكاتير. رسام الكاريكاتير انتوا عارفين تعبير، يعني لما دخل يكسر الاصنام عمل ايه؟ خد اكل معه، فقال لهم ايه؟ الا تاكلون؟ طب هو مش عارف ان دي حجاره؟ قال الا تاكلون؟ ما لكم لا تنطقون؟ يبقى اذا كان عنده اساليب رسام الكاريكاتير اللي هو يحب يوصل فكرته
بطريقة الايه تحريك العقل. عشان كده لما قالوا له ايه لما كسر كل الأصنام وسب إلا كبيرا لهم فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون، قال ايه بقى؟ أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. واحد يقول لك الإبراهيم كذب، أنت مغفل. كذب إيه يا مغفل؟ هو الراجل بيتريق بيحرك المخ عشانه. عشان كده القرآن عشان يقول لك دي لك بقى حديث تقول لك إيه ده اللي هروح له بعدين بعد شوي. إن يجي حديث يقول إبراهيم ما كذبش إلا ثلاث كذبات، ده كلام مسخرة، ده مسخرة. إبراهيم ربنا سماه إيه؟ واذكر في الكتاب إبراهيم إنه إيه؟ كان صديقا. صديقا يعني شوف لا تجد إلا الصدق جزء من تركيبته. يوم واحد يقول عليه كذاب وكذب ثلاث مرات، يبقى أنت إذا كذبت لك عشرة يبقى مش بطال. إذا إبراهيم عليه السلام اللي ربنا قال إن إبراهيم كان أمة كذب له ثلاث، إحنا لما نخلص بعشرة يبقى إحنا مش بطالين إحنا حلوين قوي. يعني أنت عايز إيه تاني؟ يبقى إذن هذا الفكر فكر مغلوط. ما يقول لي بقى في البخاري يا سيد البخاري هو 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 ربنا قال في البخاري لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. يظل البخاري راجل اجتهد على قد اللي وصل له. يبقى إذن لما نتكلم على كلمة إن سيدنا إبراهيم كذب، لا، سيدنا إبراهيم كان، عشان كده جماعة اللي هم بني إسرائيل دول اللي هم جماعة سيدنا إبراهيم عملوا إيه؟ لما أول ما قال لهم بل فعلوا كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون، كان رد الفعل إيه؟ فرجعوا إلى أنفسهم. مظبوط، الراجل بيتكلم صح، إنكم أنتم الظالمون. وبعدين واحد قال كده ده هياكلنا، سكت يا جدع احرق وخلاص. ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. يبقى إذن الإنسان وهو موزون رجع لنفسه، ولما يخربط راسه بقى تحت ورجله فوق. ثم نكسوا على رؤوسه. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اتعامل مع هذه الأجواء وسمع ما يكره. على فكرة هذا البلاء لرسول الله في الماضي الآن يعود. هناك أناس يثيرون نفس ما أثير ضد رسول الله في الماضي، شاعر وكاهن ومجنون ولبس الجن، بل وصلوا إلى طريقة إيه؟ في مرض اسمه الصرع، صرع الفص الصدغي. صرع الفص الصدغي له اسم بالإنجليزي. هذا المرض قالوا إن النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم كان مصابا به. على فكرة هذا المرض قيل أنه مصاب بي إبراهيم عليه السلام، ومصاب بي عيسى، ومصاب بي موسى. حتى بولس بتاع المسيحية قيل أنه كان مصاب بهذا المرض. الذين لا يفهمون الوحي، يبقى النبي صلى الله عليه وآله وسلم في ظل هذا الضغط الغير عادي في إهانته صلى الله عليه وآله وسلم وهو يدعو قومه. صحيح ان النبي صلى الله عليه واله وسلم كان محظوظا باسرته، لكنه ابتلي باحد اعمامه ابو لهب لما تطاول عليه وتجاوز في حقه ونزلت تبت يدا ابي لهب وتب، ما اغنى عنه ماله وما كسب، وامراته حماله الحطب سيصلى نارا ذات لهب، وامراته حماله الحطب في جيدها حبل من مسد. يبقى النبي عشان كده كل آل أبي طالب تقريبا ما فيش ولا حد من ولاد أبو طالب لم يسلم، كل أسرة أبو طالب أسلم. اشمعنا بقى أبوه اللي مش هيسلم اللي هو أبو طالب نفسه إذا كل العيال أسلمت؟ تخيلي كل ولاد القزويني مشايخ، فواحد يطلع يقول لك إيه بس السيد المرتضى القزويني لم يكن مسلما. يا أخي أنت راجل عبيط، يعني خلي عندك حاجة في مخك. يعني كل الأسرة بنين وبنات أسلموا، اشمعنا الرئيس مع ان عندنا شعر بيقول وعندنا نبي لا يكذبه، الشعر بتاع ابو طالب. ومع ذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما قلت تحمل لحد ما ربنا قال له، يعني هو يتألم والضحى والليل إذا سجى
ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. عارفين ورفعنا لك ذكرك ديت نزلت في أول الدعوة الإسلامية مع الضحى، حتى البعض كان بيقولها هي صورة واحدة، رفعنا لك ذكرك، والنبي بيتضرب والنبي بيهان، فيجي يقول رفعنا لك ذكرك قبل أن يرتفع الذكر، فصار أهم شخصية الآن على مستوى التاريخ الإنساني هو محمد صلى الله عليه وآله وسلم. هو صاحب الدين الوحيد الذي ينادى اسمه مع اسم الله 5 مرات كل يوم لا بد في الأذان، ولا تجد قرية على صعيد أي مكان فيه مسلمين إلا ويرتفع أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يقوم الكفار يقولوا للنبي إيه؟ لا سيبك من القرآن اللي انت بتقوله ده، انت افتريته، لا احنا مش مؤمنين باللي من عند ربنا. ويقولوا للنبي جبلنا، دي الربط بقى مع موسى وعيسى، جبلنا آية كما أرسل الأولون. تخيلوا انتوا، أنا نبي مرسل من عند الله ومكلفني، والأنبياء السابقين في الأغلب الأعم يقدمون آيات حسية للناس، حسية بمعنى اللي هو زي ما ضربنا بيحيي الموتى بيضرب العصا، وأنا جاي وأنا نفسي كل قومي يؤمنون، لدرجة إن ربنا قال له تتعب نفسك ليه؟ لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين؟ أنت هتهلك نفسك عشان هم يؤمنوا؟ لا لا، إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين. إحنا لو حبينا نضطرهم إلى الإيمان نستطيع ننزل آية، الآية دي تسحب الاختيار، تسحب الاختيار اللي هو معه الاختبار والإرادة الإنسانية المستقلة التي يوضع بها الناس يوم القيامة يا في الجنة يا في النار باختيارهم المستقل. احنا نقدر ننزل آية، عشان كده ربنا يقول ايه، وان كان كبر عليك اعراضهم فان استطعت ان تبتغي نفقا في الارض او سلما في السماء فتأتيهم بآية ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين. يبقى ربنا قال للنبي صلى الله عليه وآله وسلم انت اذا كان انت تعبان كبر عليك اعراضهم، يعني ثقيل ان انت مش عارف تقنعهم وهم عمالين يقولوا لك لولا انزل عليه آية من رب، وربنا لا يمدك بالآيات الحسية غير القرآن، أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون. يبقى إذن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان نفسه أحيانا لو ربنا مده ربنا يقول له إيه؟ إنما أنت نذير، إنما أنت نذير وما أنت عليهم والله على كل شيء وكيل، أنت مش مسؤول، أنا مش قل إن الله قادر على أن ينزل آية ولكن أكثرهم لا يعلمون، وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون ولقد آتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها. يبقى إذن النبي صلى الله عليه وآله وسلم الأدوات اللي استخدمها أمام هذا الزخم الشديد والتعنت من قومه برميه بأنه كاهن مجنون شاعر افترى على الله كذبا، كل الكلام ده اتقاله، والنبي يعني زي ما انت عارفين النبي كان في أول الدعوة الإسلامية ربنا قال له إيه؟ قال له صلي ناحية البيت المقدس، والنبي يبص
قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها. يبقى إذن النبي قد يكون قلبه مع المسجد الحرام كقبلة، ولكن الله يلزمه بهذا، والنبي ما هو إلا متبع لمراد الله. فيبقى ده يبين لك إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يتعامل بالعقل أمام قوم يطلبون منه أدوات حسية وآيات ومعجزات حسية وربنا لا يمده. واحد يقول طب ربنا ليه ما مدوش؟ واحد يسأل ما كان يخلصنا ويمد؟ ما هي شوفي بصيت لقيت مظبوط، ده سؤال طبيعي صح. ليه بقى ما مدوش؟ لأن خد بالك الآية اللي يطلبها الناس معناها فيها فصل. يعني لو أنت طلبت من ربنا آية وبعدين جاب الآية وما سمعتش، يبقى ربنا حيفصل بعذاب الاستئصال. ولم يكن مراد الله مع العرب هكذا. عشان كده خدوا بالكم في ثمود حصل ايه؟ فأتي بآية إن كنت من الصادقين. قال هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب يوم عظيم. فعقروها فأصبحوا نادمين. يبقى إذن الآيات التي يطلبها الناس يترتب عليها إذا لم يؤمنوا. عشان كده شوف الحواريين لما قالوا إيه؟ يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين. قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين. قال الله، قال عيسى ابن مريم اللهم أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين. قال الله إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. يبقى النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان محطوط تحت ضغط اجتماعي وقلة أدب وتجاوز من خصومه، والله لا يمد بآيات حسية سوى الكلام اللي هو القرآن الكريم ويكفي بها معجزة ويحكم عليها أصحاب الصنعة. وخد بالك اللغة العربية مش هي بس هي الـ الإعجاز في القرآن، وإلا ما تبقاش إعجاز ضد بكلم إنجليزي وبتاع الإنجليزي أو الفرنسي أو الأسباني علاقته بالموضوع. الباكج يعني باللغة يعني كله اللي هو الأخلاق الأدب الشرائع كل الكلام ده في القرآن هو محل الإعجاز. يعني يأتوا بمثله أو فأتوا بعشر صور مفتريات أو فأتوا بصورة من مثله أو فأتوا قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظاهرة. تتحدث عن إيه؟ تتحدث عن المجموع العام للقرآن سواء لغة أو أدبا أو أخلاقا أو قانونا أو شرائع أو حديث عن الأمم السابقة. يبقى إيه النبي أول حاجة، معذرة هطول عليكم شوية وسمحت السيد بقى ما يشاورليش بإيديه، كان ساب الإنجليزي يتكلم على كيف. ما هو حراسة هنا، في حراسة. فأول يبقى أول نقطة، أول بلاء النبي ابتلي بيه واستطاع إن هو يجاهد وينشر دعوته رغم قلة الأدوات الحسية والأدوات العقلية، ده يجعل لرسول الله مكانة مختلفة عن كل نبي اللي هم من أصباح اللي هو إيه، سواء العصا أو سواء المعجزات الحسية لسيدنا المسيح عليه السلام. ده تجعل للنبي صلى الله عليه وآله وسلم مكانة خاصة، إنه استطاع أن يصنع أمة كبيرة عظيمة رغم أن الأدوات التي استخدمت كانت أدوات عقلية والكلام. حين أدي أول نقطة. تعالوا بقى نشوف النبي صلى الله عليه وسلم بأول قطاع مع خصومه. أول الخصوم دولة مع اليهود معروفين، تآمروا عليه حاولوا قتله. اليهود في بني النضير حاولوا قتل رسول الله، وعشان كده النبي طردهم من المدينة ونزلت سورة الحشر. هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر، ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب.
يبقى ده مع اليهود. بني قريظة تآمروا مع قريش ضد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، هذه كانت مصيبة تانية. طيب يبقى النبي اليهود تآمروا عليه والجماعة قريش تآمروا عليه وسبوه وأهانوه وعملوا فيه العجائب. طيب كل ده من خصومك محتمل، باقي بقى مين؟ لما النبي يكون بقى مع مين؟ اللي اتبعوه. الجزء بقى الذي داخل عليه بقى المفروض، هل النبي صلى الله عليه وسلم كانت الأمور ممهدة لي مع الذين اتبعوه؟ هذا هذا هذه مشكلة أخرى. تعالوا بقى أقول لكم النبي صلى الله عليه وآله وسلم اللي حصل له. النبي صلى الله عليه وسلم ابتلي بلاء شديدا، وهذه أيضا من مواهبه، من مواهبه أنه يتحمل، أنه يتحمل الإساءات. تعالوا نشوف القرآن قال إيه، مش هنقول حواديت بس هنروح على القرآن. القرآن بيقول، تخيلوا أنا مثلا ليا صديق مثلا أقوم أقول إن شاء الله لما يموت حب أتجوز مراته، قلة أدب ولا مش قلة أدب؟ إيه؟ ويطلع بقى اللي بيقول كده يطلع من العشرة المبشرين في الجنة، دي يزيد الطينة بلة بقى كمان. يا أخي قلة أدب من غير لازمة، يعني أنا عايزك بس تستحسها، أرجوك أنت حسها بالرجل الشرقي. خد بالكوا إحنا بنتكلم إيه؟ العرب القديم، العرب القديم ده كان بيعمل إيه؟ وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون. يعني هذا العربي القديم بالعقلية الغيرة. تعرفين سعد بن عبادة؟ سعد بن عبادة ده هو يعني تسبب في اللي هو الجن قتله، عارفين عندنا احنا عندنا حالة الجن قتل واحد بيبصولي والله كان رئيس الشرطة يقال فيها دي، لو قالوا الجن رئيس الشرطة يعني الكوميشنر في بوليس هنا لو طلع كده في مؤتمر صحفي وقال ايه احنا كان عندنا حالة قتل يا اخوانا وعملنا الفحوصات اللازمة وانفستيجيشن اشتغلنا الحقيقة والديتكتيف اشتغل وبهدلنا، لكن الحقيقة تبين لينا ان هو اصابه سهم طائش من جني هيقولوه حطوه في سراية المجانين. تصوروا الكلام ده في الكتب بيتقال؟ ها مظبوط. سعد بن عبادة، انت بتضحك ليه؟ ما دي الحقيقة. سعد بن عبادة اخوكوا سعد، سعد ده كان غيار قوي، غيور بشكل مجنون يعني. فقال للنبي صلى الله عليه وسلم بيقول ايه، ماذا لو دخل احدكم فوجد رجلا مع امرأته؟ فسعد قال اعجله بسيفي. ما هو ذكر قوي يعني. هل أتعجبون من غيرة سعد؟ إن سعدا لغيور وأنا أغير منه والله أغير منه. إذن سعد، ما هو تعرفين القصة كده، كان في واحد بالصحابة قال للنبي يا رسول الله الواحد فينا إذا دخل على امرأته لقى معها رجل لو قتلهم قتلتموه، ولو تكلم جلدتموه، ولو سكت سكت على غيظ. فنزلت آيات الملاعنة، والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين إلى آخر، ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. سعد بن عبادة ده قصته إن هو راح كان اعترض على خلافة أبو بكر يعني، وقال علي الطلاق بالتلاتة، لا صلي وراكو ولا أجي وراكو ولا أروح الحج معاكو، وراح قاعد في الشام. وبعدين في خلافة عمر كده وهو قاعد كده في قاعدة في الشام تم اغتياله، فما لقوش حد يقولوا مين اللي اغتاله، فقالوا إيه، أصابه سهم طائش من جني. هو دي الحد ده. طبعا هو كانت قتل طبعا بقرار سياسي، قرار سياسي. ما هو انتوا عارفين يقول لك ايه، اذا اتاكم امركم جميعا فاقتلوه. حتى كان علي هيروح فيها دي، عارفين علي كان هيروح فيها لما عمر عين ستة، قال واللي يعترض اقتلوه.
طبعا مين اللي هيتصور يعترض؟ هو واحد بس، هو علي اللي هيعترض، ولو اتنين خلاص راحت الزبير معها صبرت ام يعني روح فيها يعني القصة كلها. فأنا عايز أقول إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم طلحة بن عبيد الله هو اللي قال، ودي كلام بقى مش حواديت، ربنا قال وهو بيتعرض الصحابة، النبي يقول لهم تعالوا تفضلوا كلوا عندي لقمة، أنا عزمكم على الغداء، يقوم بعد صلاة الفجر يخشوا عنده الأوضة، وهي أوضة 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 بالمصري يعني حجرة يعني غرفة، يقوموا قاعدين من الصبح لحد ما يجي ميعاد الغداء ويتغدوا. وانتوا عارفين العرب بتقول يسلفوا يعني، عارفين اللي يحبوا يسلفوا ويدردشوا يعني. فالنبي هيعمل ايه الراجل؟ حاجة احراج. يا ايها الذين امنوا لا تدخلوا بيوت النبي الا ان يؤذن لكم الى طعام غير ناظرين الى، يعني ما تنتظرش الاكل من الصبح للغدا يعني، ولكن اذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحيي منكم والله لا يستحيي من الحق. وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلكم كان عند الله عظيما. الآية اللي بعدها بتقول إيه؟ إن تبدوا شيئا أو تخفوا فإن الله كان به عليما. يعني في بقى إيه؟ ناس طب خليه يموت بس يتوكل على الله وأنا هتصرف. هذا الكلام يا أخوانا شعرفوا رسولكم اللي هو نحن نتذكره الآن رمزيا في يوم ميلاده، هي تذكر رمزي. احنا لا نجد اي نبي على فكرة، اي نبي اخر كان يحتفل بيوم مولده، لا موسى ولا عيسى ولا ولا ولا. النبي الوحيد اللي عندنا حسب اللي ثابت عندنا ان هو كان كل اسبوع بيصوم احتفالا بمولده، يوم الاثنين يصومه. يعني هو الوحيد اللي ثابت عندنا انه كان ليه نوع من الاحترام لليوم اللي ولد فيه بالصيام. فإحنا هذا يوم رمزي، يوم رمزي، مش ضروري بقى نقول سنة وبدعة، هي رمزية عشان نتذكر فيه. واللي يقول لك بقى بدعة الغريب بقى ليه عرفنا ببدعة؟ طب يا عمي بدعة ليه؟ لأن النبي ما عملهاش. طب يا عمي ما عملهاش ولا الصحابة عملوه، ماشي يا عم. طب إيش رأيك بقى النبي قال في صلاة التراويح ممنوع يلا، وفي البخاري سيدك قال كده أيها الناس صلوا في بيوتكم فإن خير صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. هتسمع بقى؟ هتسلم ولا تقول سنة عمر؟ يلا يا حمادة تخي الله يا حمادة، وركز، خليك منصف، خليك على إيه خط واحد. لا، هي سنة، والنبي قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ. قولوا ولما تسمعوا الحديث ده من واحد قولوا له تقدر تقول لنا مين اللي رواه؟ شيخ، ما تتكلمش واحد على قهوة، قول لي الشيخ هو مين اللي روى الحديث ده؟ هيسكت. واحد اسمه العرباض بن ساري. أتحدى إذا واحد عالم من علماء الإسلام كلمنا عن العرباض بخمس دقايق. العرباض ده لا يعني إيه، هو كان قاعد في حمص، عارفين حمص؟ حمص سوريا، واللي رواه عنه حمصي، وحمص دي يعني الشام يعني معاوية. وبعدين هو بيقول إيه؟ خرج عرضنا رسول الله بعد صلاة الغداء الفجر يعني فوعظنا موعظة بليغة ظرفت منها العيون ووجلت منها القلوب. طب يا عم ما فيش حد سمع النبي غير سعادتك، إذا ظرفت العيون ووجلت القلوب
والصحابة كلهم قاعدين. طب عايزين واحد كده يقول لك سمي الله ويقول أنا والله سمعت اللي سمعوا العرباط. ما فيش في دنيا الإسلام قال الحديث ده إلا العرباط وبتاع حمص واللي نقلوا عنه حمص. فإذا احنا عايزين نبقى منصفين. النبي صلى الله عليه وآله وسلم تطلع بقى تطلع طلحة ابن عبيد الله هو اللي من العشر المبشرين، وهو حارب عليا يوم الجمل، وهو اللي عايز يتجوز مرات النبي بعد وفاته. شوف مهذب خلوق جدا خلوق الحقيقة. ويبقى ثم انت تطلع عارفين الحديث العشرة ده، حديث العشرة المبشرين ده اللي رواه في اصح رواية فيه واحد صحابي اسمه سعيد بن زيد. قولولنا عن سعيد بن زيد خمس دقايق مفيش. سعيد بن زيد يبقى مين؟ جوز اخت عمر بن الخطاب. طيب يا عم حلو. وسعيد بقى ليه عشرة في الجنة حلوين مين هم؟ قال طبعا بالترتيب السياسي ابو بكر عمر عثمان علي. يا اخي طب غيروا لنا الترتيب شوي. لا ابو بكر عمر عثمان علي وبعدين طلحة والزبير وعبد الرحمن ابن عوف وابو عبيد عامر ابن الجراح ادي كده وسعيد قبل ما يقول بقى هو عد تسعة. قال ابو بكر عمر عثمان علي طلحة والزبير ادي ستة وبعدين سعد بن ابي وقاص سعد ابن ابي وقاص وعبد الرحمن بن عوف يبقى ثمانية وابو عبيدة يبقى تسعة وسكت. يا عم قول لنا العاش. قال لا ما فيش ده. يا عم قول العاش. ضغطوا عليه قال انا والله هو قال كده. كان في خناقه عند المغيرة بن شعبة عندكم في العراق في الكوفة عمالين ناس تسبسب. قال لهم وقفوا السبسبة دي ما تغلطوش في اصحاب النبي. اصلا سمعت النبي بيقول عشرة في الجنة عد يا عم. فعد تسعة وقف عند العاشر ضغطوا عليه قال الحقيقة مش عايز اتكلم بس اذا كان ولا بد يبقى أنا. يعني خد بالكم بالكلام. فلا في عشرة وبعدين يا سيدي علي بيتخانق مع طلحة داخلين حرب حرب قتل موت. طيب يا اخي مش واحد ينادي على التاني يقول له ايه اسمع ايه رأيك عشان واحد فينا يسبق في الجنة ايه رأيك نقتل بعضنا بسرعة عشان ايه ماني من المبشرين وانت من المبشرين يا اخوي مين اللي يخبط التاني عشان يوصل الجنة قبل التاني. ما حصلش. هلا اضحكوا ليه ما يدري الحقيقة. هو احنا عايزين نفكر اتنين مبشرين بالجنة انا نادي عليه اقول له اسمع يا اخويا انا وانت هنروح الجنة ايه رأيك اللي يموت الاول فانا غزك اكون خدمتك تروح على الجنة قبلي. كلام فارغ يعني حديث. فانا عايز اقول لكم النبي خدوا بالكم بقى تعالوا بقى النبي ربنا قال ايه. طب احنا ما وقفناش عند دي. انا عايز اشوفه الإزاء لسه الإزاء لسه لسه. طيب انا سيد حسن كان بيتكلم من يومين بيتكلم على الدرس من دروسه فقال ان هو كان قاعده كده مع شويه شباب حلوين وبعدين واحد سال سؤال فتوى دينيه فقبل ما سمحت السيد يرد على الإجابة واحد راح نط عليه الحكم كذا. فالسيد واحد بيقول له الحكم قال له ما المفتي قال المفتي قال خد بالك كان عنده درس حاضرينه يعني. المهم بنقول عليها ايه اللي تزوق مش كده. طب لو النبي كان قاعد النبي بقى الصحابة كان ممكن يتصرفوا حاجات زي كده. ربنا قال لهم يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. اتقوا الله إن الله سميع عليم. وبعدين النبي قاعد يوم واحد معلي صوته والنبي قاعد لا ترفعوا يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. خد بالك من كلمة إيه أن تحبط وأنتم لا تشعرون. خد بالك يعني الجماعة دول عارفين إن التصرف اللي تزوق بس مش عارفين نتائجه إيه. أدي سبب وأنتم لا تشعرون يعني هو عارف إن إيه اللي تزوق. يا سيدي هو في حد يعني انا مره كنت قاعد في كاليفورنيا مع صديق لي ابو احمد وبعدين ابنه يعني انت عارفين انتوا في امريكا هنا العادات شويه يعني فيها فليكسبيليتي شويه يعني فيها مرونه كتير
فالولد قاعد حاطط رجله على الترابيزة قدام أبوه ورجله في وش أبوه. إحنا عندنا دي جريمة من الجرى، إحنا يسقط فيها قتلة، الولد قليل الأدب. فأنا طبعا وطيت عليه قلت له يا أحمد أنت بتعمل إيه يا ابني؟ ما ينصحش تمد رجلك وأبوك قاعد. قال والله ما أعرف، أنا ما أعرفش، أنا يعني أنا لو أعرف ما أعملهاش، بس أنا إذن لما ربنا يقول لا ترفعوا أصواتكم وبعدين يقول وأنتم لا تشعرون، يبقى هو عارف إن في قلة ذوق لكن مش متصور إيه هي العقوبة، إيه هو الأثر الذي يترتب على هذا السوء من السلوك المعيب. حلو. فكان يقول لك إيه، فأبو دي بقى نزل دي في البخاري بقى، سيدك البخاري اللي بتسمعني، الكاد الخيران أن يهلك. خد بالك على الصنعة، في صنعة، إلزم الخيران. أنت جاي تحكي رواية ولا جاي توصف الأشخاص؟ أنت بتقول نزلت الآيات في أبي بكر وعمر، تعالت أصواتهما في حضرة رسول الله. يبقى إذن هذا السلوك اللي هو فيه تجاوز، خدوا بالكم، النبي لولا القرآن كان بيحميه، كانت بعتر، القرآن هو اللي كان بيحمي النبي، وده اللي يفهمك لأن الإمام علي بعترت كرامته، إن ما كانش معاه القرآن يلم هؤلاء الناس. إنما النبي واحد عايز يتجوز مراته بعد ما يموت ويقول الكلام ده بدون حياء، وناس تيجي تقعد في البيت ومش عايزة تقوم، وناس ترفع أصواتها في حضور رسول الله بدون أي احترام. طيب ناس تانية يعملوا إيه؟ يا محمد، ينادوا على النبي كأنه واحد زيهم، إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون، شوية مغفلين، قلة أدب، جلافة عرب أقحاح ما عندهمش مخ. طيب على قد دي بس؟ لا، أنا عايز أقول أنا بدي محاضرة الآن، أنا أدي محاضرة وأنا يا مسكين على قدي، جاي من نيويورك على قدي، مش كده؟ تخيلوا كده في زفة ضربت برة وقالوا بيوزعوا $50 بيوزعوا، أو في شوية فلوس جت برة والسوشيال سيكيورتي هيدي كل واحد برة الآن قدام الجامع $50، فرحت أنتوا ساعدتكوا كده سايبني وأنا بقيت بكلم الحيطان. هل عن اليوم اللي أنا جيت في ميتشيغان واللي ألقيت في محاضرة ولو السيد حسن أصبح رسول الله فدعاني أقول له والله ما أحضر أجي عندك؟ ده قلة الذوق يا أخي، ده ناس قليلة الأدب، ده سابوني عشان $50، مش كده؟ هو ده التوصيف، الصحابة عملوها مع النبي وفي صلاة الجمعة. يلا هذا الرجل اعرف نبيك عشان تعرف الراجل ده تكبد قد ايه عشانك انت، عشانك انت تكبد الكثير. واذا راوا تجاره او لهوا انفضوا اليها وتركوك قائما، قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجاره والله خير الرازقين. اللي بقي مع النبي اربعه، اللي نبي بقي مع النبي اربعه او 12، يا نهار اسود، خطبة الجمعة، خطبة الجمعة بقي مع النبي حفنة والباقي كله، والنبي يتحمل عشان يصنع أمة تقود العالم، يصنع أمة تقود العالم، هو ده النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أنا عايزك تتصور، لا ده النبي كان بيتقال عليه من أصحابه، تخيلوا في غزوة بدر قالوا النبي خنصر حتة قطيفة، النبي كده في الغنايم عجبته حتة قطيفة، جلابية قطيفة، يظهر كان عايز يعملها العيشة ولا حاجة، فيظهر قال أحطها على جنب يعني شكلها حلو. ربنا قال وما كان لنبي أن يغل ومن يغل ليأتي بما غل يوم القيامة. تخيلوا إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كل الكلام ده، أنا بديك بس لومع من القرآن على لا، ويتقال عليه ودني، عارفين ودني دي بالمصري؟ فلان ده ودني، ودني يعني كل واحد يكلمه يديله ودنه،
ويقولون ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن، قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين. يبقى حق النبي إذاء على المستوى، ثم الإذاء النبي يؤذى من أصحابه ويتجاوز أصحابه في حقه. بقى تجيبوا لنا بقى القصص بتاع إن كان لما يتنخم يجروا عن النخامة، كلام ده كلام تحكوا بيه على الغلاب. النبي صلى الله عليه وآله وسلم في، تخيلوا أحسن ناس المفروض اللي هم حموا النبي الأنصار. الأنصار بعد كل غزوة كان عندهم مشكلة، كل غزوة بدر حصل شوية مشاكل بس كانت بسيطة، إنما النضير النبي وزع كل الفيء وزعه على المهاجرين مساكين لكي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم. لما وزعوا الأنصار قالوا إيه الكلام ده؟ ربنا قال إيه؟ قال إيه؟ وما آتاكم الرسول فخذوه، ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب، للفقراء المهاجرين. وبعدين والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاص. يبقى كل غزوة في حنين النبي يجي وزع الغنائم على المؤلفة قلوبهم، خد يا ابني خد 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 خد. الأنصار قالوا إيه؟ قالوا يعطي قومه وعشيرته ولم تزل سيوفنا تقطر من دمائهم. النبي قال لهم هاتوا لي الأنصار، هاتوا لي الأنصار. جمع الأنصار قال لهم إيه؟ انتم ممكن اقول لكم كنت انتم متفرقين جمعكم الله بي وكنتم ضالين فهداكم الله بي وممكن تقولوا لي انت كنت ضعيف فاويناك الا ترضون ان يعود الناس بالغنائم وتعودون انتم برسول الله؟ فبكى الانصار. يبقى اذا النبي صلى الله عليه واله وسلم كان يتعامل مع اجواء، عشان كده في الحديث قال ايه؟ كيف بكم وأنا آخذ بحجوزكم عن النار، مثلي ومثلكم كمثل رجل أوقد نارا في الصحراء فجعل الجنادب والفراش يقعن فيها وأنا آخذ بحجوزكم عن النار، حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. ده هو مش بالمؤمنين بس رؤوف رحيم، ده هو بالبشرية كلها. النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان حريص. أو ده اللي يفهمك ليه الإمام علي بن أبي طالب كان يتعامل مع أبو بكر وعمر بأريحية، كان يتعامل مع ليه؟ لأن الإمام علي مش مسؤوليته يدخل الناس النار، ده مسؤوليته هدائية في الأصل. كل ما يحاول أن يهديك إلى الله بكل أسلوب. النبي صلى الله عليه وآله وسلم لو كل واحد قال لهم، يعني تخيلوا النبي الصحابة قاعدين وقارفينه في البيت من الصبح، قال لهم ما تقوم يا جدع أنت هو مش تستحي ولا ايه؟ هيقوموا طالعين لك ايه؟ والله حاتم الطائي كان احسن منه. النبي ايه وبتاعي؟ النبي يتحمل. يبقى النبي كان بيتحمل ليه؟ عشان خايف عليك. خايف عليك، خايف عليك انت. يبقى اذا النبي صلى الله عليه واله وسلم على صعيد المشركين اتبهدل. على صعيد اهل الكتاب اتبهدل. على صعيد الصحابه اتبهدل. لا. وربنا قال بقى ايه؟ ان الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والاخره واعد لهم عذابا مهينا. نحن لا نفهم هذا الايذاء، نحن نؤذي رسول الله، هذا هو الجزء الاخير عندي. لكن قبل ان اذهب اليه، ما هو الذي يترتب على الإيذاء لرسول الله؟ ما الذي يترتب عن الإيذاء لرسول الله؟ خد بال، ربنا قال لعنهم الله في الدنيا والآخرة. طب واللعن يترتب عليه على إيه؟ اسمع كده، فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية ولكن لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون. ولكن لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. يبقى إذن إذاء الله، هو في حد يقدر يؤذي الله؟
لا مستحيل، ربنا لا يتأثر، ربنا ما عندوش نفس زي حالاتنا كده نزعل ويكبد، ربنا لا يتغير، ربنا ليس محدثا لا يتغير مطلقا. إنما كون عندما تؤذي رسول الله أنت بالضرورة تؤذي الله، عندما تؤذي رسول الله. خد بالك الآية دي جاية بعد إيه؟ بعد إيه؟ وما كان لكم أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا، دي جت بعدها يعني دي. وقبلها إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اطلع لك أحمق من الأيام دي يقول لك يا أخي ربنا بيقول صلوا عليه وسلموا تسليما، احنا بنصلي ونسلم عليه بس احنا بنقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، بس هو بيقول صلي انت عليه وصلوا عليه، فنقول له انت ما انتش فاهم. عشان كده من قرآن من غير النبي، النبي ده مكمل. واحد يقول لك احنا قرآنيين ما نعترفش بالاحاديث، انت مين انت يا انت مين انت اصلا؟ يعني لما تيجي تسمع آية قرآنية ربنا بيقول ايه على الصفا والمروة؟ إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. واحد يسمع الصفا والمروة من شعائر الله، يبقى الآية المفروض تقول إيه؟ فمن حج البيت أو اعتمر فليطوف بهما. إنما ده الآية قالت إيه؟ فلا جناح عليه أن يطوف بهم، يعني لا إثم عليه أن يطوف بالصفا والمروة. إزاي يقول من شعائر الله وإزاي يقول لا معصية ولا إثم ولا ذنب لو تطوف؟ من غير ما تقرأ تفسير ومن غير ما ترجع للسنة مش هتفهم أبدا. ولذلك كم مرة جالي أخونا مصري أخونا أردني شيشاني وجاي ناظرني وهو قرآني، فرحت قايل له ايه؟ ايه رايك في الايه دي؟ ما دام انت بتقول قراني فسر لي. فهو اسقط في يده. قال لي انت عارف انا راجل مش عربي وانا شيشاني، قول منك نتعلم. يعني فشل بسرعه يعني. فانا عايز اقول لك من غير هي القصه بتاعت الايه دي بتتعلق بعمره القضاء او عمره القضيه، النبي اتفق مع المشركين انه هيجي بعد صلح الحديبيه السنه الجايه يعمل عمره مع اصحابه. فلما جم يعملوا العمره وهم متفقين والسيوف في قروبها، يعني في الغمد بتاعها ما تطلعش، فلما لقوا على الصفا اصنام وعلى المروه اصنام بداوا يتحرجوا ان يتطوفوا في وجود الاصنام، فربنا قال لهم لا جناح عليكم ان تتطوفوا في وجود الاصنام. يبقى اذا من غير لا نفهم النصوص، من غير ما نرجع الى السنه او نرجع الى كتب التفاسير، الشاهد اللي انا عايز اقوله ايه؟ إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة، فأولئك الذين أساءوا لرسول الله في حياته وتجاوزوا في حقه. ما نعرفش إذا كان تابوا ولا ما تابوش، لأن باب التوبة مفتوح. قل لعبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. لكن مستوجب اللعن، المشكلة يا عباد الله أننا ندافع عن الباطل ونتجاوز فيه دون أن نستشعر أننا نؤذي رسول الله. إحنا بقى إحنا، كان لي صديق أو هو صديقي كان يجلس معي من أسبوعين، فبيسألني عن فتوى طلاق. فتوى طلاق هو يسمعني الآن ربما، فقلت له عند أهل البيت وابن تيمية الطلاق لا يقع. فقال لي أيوة قلت لي ابن تيمية قال لا يقع. قلت له أما أنك ضال صحيح. أني إيه؟ لا سمعها خرمت ودن، خرمت ودن. قلت له أما أن أنت أحمق صحيح. أنا بقول لك ابن أهل البيت وابن تيمية، تقوم تركن أهل البيت وتقول ابن تيمية؟ أنا عايز أعرف هذا إيذاء لرسول الله أم لا؟ إيذاء علني لرسول الله. الصحابة عملوها في القديم، العباس بيقول للنبي ما بال
النفر من قريش ندخل عليهم وهم يتحدثون فيقطعون كلامهم. النبي غضب، في الترمذي قال لك احمر وجهه وغضب وقال والله لا يدخل قلب رجل إيمان، لا يدخل قلب رجل إيمان حتى يحبكم لله ورسوله، والرواية الثانية حتى يحبكم لله ولقرابتكم مني. طيب نحن المسلمين اليوم لماذا نستدبر ونؤخر آل بيت رسول الله؟ تعرفون في بلد في مصر رجل طلق زوجته لأنها بايعت أهل البيت، وآخر أهلها وأخرى أهلها ضربوها وعدموها العافية لأنها بايعت أهل البيت. لماذا أنتم لا تحبون آل البيت؟ حقيقة هذا إيذاء علني. اللي ما بيفهمش أنكم تتعرضون للعن من الله ورسوله، واللعن في القرآن الكريم بتنحيتكم وتجاوزكم في آل بيت رسول الله. الاحتفال الحقيقي برسول الله اليوم أنك تضع أهل بيته، تضع أهل بيته حيث وضعهم الله، أنت تصلي عليهم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد في صلواتك الخمس. ماذا تصنع إذا كنت أنت في فتية تقدم ابن تيمية على علي بن أبي طالب؟ من أنت؟ لذلك أم سلمة لما سمعت المغفل مروان بن الحكم وهو يسب ويلعن عليا على المنبر خرجت وقال مالي، ويقول اللهم لعن عليا، اللهم لعن أبا تراب وشيعة أبي تراب ومحبي أبي تراب. خرجت الولية وقالت إيه؟ قالت مالي أسمع سباب رسول الله من على منبر رسول الله، إنكم تلعنون وتسبون من يحب أبا تراب وشيعة، وما علمت رسول الله إلا محبا لأبي تراب. الناس لا تفهم. الذين قتلوا الحسين يوم عاشوراء، يوم العاشر من محرم، ألم يكونوا يصلون ويقولون اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، ثم تقوم تقتل ابن زعيم آل محمد؟ أنت ما انتش فاهم حاجة. ديننا أصبح لا معنى له، الناس تردد كلمات لا معنى لها. إن الاحتفال برسول الله ينبغي أن يكون بمفهوم حقيقي، أن نستفيد بتقديم آل البيت ووضعهم حيث وضعهم الله. اليوم النهاردة بيطلع لنا واحد اسمه أحمد الكاتب يقول لنا كلام فارغ، يقول اليوم الغدير النبي ما قصدش أن يعين علي. التحريف، تحريف المعاني والمضامين بتحويلها عن معناها الحقيقي إيذاء لله ورسوله وإيذاء مباشر لرسول الله. النبي صلى الله عليه وآله وسلم يا عباد الله أنا أقول هاتوا مجانين، هاتوا عرب أقحاح لم يسمعوا لا عن بخاري ولا مسلم ولا عن علماء ولا غيره، وأعدوهم وقول لهم تخيل معي إن رسول الله يقف يوم غدير خم مكان قبل ما يموت بحوالي 80 يوم ويقول أيها الناس إن اللطيف الخبير قد نبأني أنني أوشك أن أدعى فأجيب، وإنكم مسؤولون وأنا مسؤول، فماذا أنتم قائلون؟ قالوا نشهد أنك بلغت وأديت فجزاك الله عنا خيرا. قال اللهم فاشهد. قال ألستم تشهدون أن لا إله إلا الله وأني رسول الله وأن جنته حق وناره حق والموت حق وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور؟ قالوا بلى. قال ألستم تعلمون أني أولى بالمؤمنين من أنفسهم؟ قالوا بلى. قال ألستم تعلمون أني أولى بالمؤمنين من آبائهم؟ قالوا بلى. قال ألستم تعلمون أني أولى بالمؤمنين من أمهاتهم؟ قالوا بلى.
قال الله مولاي وأنا مولى المؤمنين، ألا من كنت مولاه فعلي مولاه، اللهم والي من والاه وعادي من عاداه وانصر من نصره واخذل من خذله، تركت فيكم ما إن تمسكتم بهما فلن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وعترتي أهل بيتي، فإن اللطيف الخبير قد نبأني أنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض، فانظروا كيف تخلفوني فيهما. أحد أصدقائي كان ضابط شرطة مصري، مقدم شرطة مصري، كنت أقرأ عليه هذا، قال لي دغدغت مشاعري، الصحابة سمعوا هذا الكلام ولم يستجيبوا. شوفي الإنسان اللي هو عنده تجرد طبيعي يطلع بقى واحد شيعي سابق ويحرف هذا الكلام لحساب من؟ النبي يجمع هؤلاء الناس عشان يقول لهم حبوا علي، عشان يقول لهم ما تزعلوش من علي. هو النبي كان أهوجي فتح قهوة بيقعد عليها ناس؟ النبي ينطلق من منطلقات ربانية ربنا كلفه، وبعدين يجي لما ينزنق يقول ايه سحمد افندي ده، يقول لك ايه الحديث هجر رسول الله، حديث ليس ثابت لان اللي رواه ابن عباس. من انت؟ من انت وما قيمتك؟ اانت تفهم في الحديث وعلماء الاسلام اكثر من علماء السنة عبر 1400 سنة يقولون نعم عمر قال، ويقولون هذا من فقه عمر. فأنت يا نكرة تأتي لتتحدث عن علم الحديث وعن الرواية التي هي ثابتة، تقول أحد ولا أشك، أشك أنها قيلة. عمر بن الخطاب أهان رسول الله، عمر بن الخطاب يا سادة يا كرام كان يوقف كلام الله نفسه مش كلام رسول الله، سيبوكم من رسول الله. طب الله مش ربنا قال فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي؟ ربنا قال، عمر قال لربنا لا، كان عمر ينهى عن متعة الحج، بلاش متعة النساء عشان ما نزعلش الناس، أدي متعة الحج، ربنا بيقول فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. تقوم أنت تيجي تقول لربنا لا، يبقى مين بقى اللي نزل فيه؟ يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. لابد أن عندما تدافع عن عمر بالباطل وعندما تحرف كلام الله عن مواضعه إنك تؤذي رسول الله، وأنك مستحق للعنات الله إن لم تتوب، لأنك تتعمد الإيذاء بالتحريف لحساب من؟ إن رسولنا الكريم الذي صنع أمة من العدم واستطاع أن يقود بها العالم وصارت الأمة الأولى عالميا، ومع ذلك نأتي البعض لتدافع عن الباطل. إنني أقول لكل سني إذا وجدت حديثا وفيه إهانة لرسول الله، إذا لم تتعاطف مع رسولك إنقاذا لصحابي، فاعلم أنك تؤذي الله ورسوله، وأنك قد تستحق لعنات الله، كما نزل في قوله تعالى إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. لحساب من؟ إنني أجد بعض الناس عندما أقرأ عليهم حديث هجر رسول الله يقول النبي كان في سكرات الموت، يعني عنده الدفاع عن عمر أهم من الدفاع عن رسول الله، ولسه أنت شايف أن رسول الله فوق راسك؟ لا، أنت كذاب، أنت تكذب على الله ورسوله. إن الاحتفال الحقيقي برسول الله أن نضع لرسول الله مكانته وهيبته، وأن نقدم آل بيت رسول الله على كل نوع من أنواع الصحابة، لأنهم هم سفينة النجاة. يا من يسائل دائبا عن كل معضلة سخيفة، لا تكشفن مغطاء فلربما كشفت جيفة، إن الجواب لحاضر لكنني أخفيه خيفة، لولا اعتذار رعية
ألقى سياستها الخليفة لنشرت من أسرار آل محمد جملا طريفة تغنيكم عما رواه مالك وأبو حنيفة، وأريتكم أن الحسين أصيب من يوم السقيفة، آه لبنت محمد ماتت بغصتها أسيفة، ولأي أمر ألحدت ليلا فاطمة الشريفة. وأختم، نحن كمسلمين لسنا في حاجة لأي غربي يشهد لرسول الله ما لم يؤمن. أنا أحذر، شيخ الأزهر قبل عدة أيام صنع لنا إشكالا كبيرا، استدل بجورج برنارد شو إن هو قال لو النبي صلى الله عليه وآله وسلم موجود بيننا لحل مشاكل العالم وهو يحتسي فنجان قهوة. أولا، الرواية عن برنارد شو ليست معتمدة، معظم المسرحيات لبرنارد شو يهين النبي ويهين السيد المسيح. والذي نقل هذه العبارة ولد اسمه منير هندادي من الأحمديين في الهند، قال إنه قابل برنارد شو وهو نازل على سفينة، وكان نازل في الهند وأخد منه كلمتين. طب أنت لم تسلم ليه يا سيدي يا برنارد شو إذا أنت فاهم إن النبي يستطيع يفعل كده؟ فالروايات دي روايات دعائية. أنا هقول لكم، في عالم فضاء كبير صديق يعني تربطني بيه صلة اسمه لعلكم تعرفوه، عنده برنامج تلفزيوني في الفضاء اسمه دكتور نايل ديجراس تايسون، هو ماسك المتحف الفضائي بلاتيريوم هايدين ولا هايدين بلاتيريوم في نيويورك يعني. والراجل بيعاوننا بيطلع معانا على الامباير ستيت بيلدينج عشان نشوف الهلال يعني في رمضان، وتربطنا بيصل. ذهبت اليه قبل عامين وجلست معاه جلسة، كنت عايز أدعوه في حاجة، قلت يلقي محاضرة تتعلق بالإلحاد. أنا الراجل اللي طمعني فيه لقيته يبدو كأنه قريب من الإسلام يعني، يعني بدأ في الحديث معايا ساعتين ساعتين ونص في مكتبه، إن بدأ الحديث إن الراجل يعني عايز له زقة ويسلم. فأنا قلت له أنا عايز أدعوك باعتبارك يعني إن أنت تلقي محاضرة في الجامعة عن الملحدين يعني عن الإلحاد يعني. ففوجئت بيه بيشرح لي ما يفهم منه إنه هو ملحد، واستخدم لفظ لطيف قال لا ديني. أنا بقى أروح وخليته حتى يحط تويتر يعني، حط على تويتر إنه هو يتنقر على اللي بيفطروا اللي بيفطروا مع أذان المغرب الحكومي. قلت له القرآن بيقول ثم أتم الصيام إلى الليل، وجاب المصحف وفتح وقرأ وقال لي يبقى مش مظبوط، اللي بيفطروا دول في معاد الغياب الشمس مش مظبوط. والراجل تبعه حط تويتة موجودة على يعني أنا شغلته يعني فيما يخدمنا يعني. إنما في الآخر أقدر أقول بقى إن تايسون دكتور تايسون قال وعد إذا الشخص لم يسلم ولم يؤمن لا اعتبار بكلامه، وربنا النبي قال له قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم، وربنا ويقول الذين كفروا لست مرسلا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب، اللي هو سيدنا الإمام علي. الإمام علي إذا شهد لرسول الله يعني أن رسول الله هو مبعوث من عند الله. هذا ما أردت أن أعرج عليه. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحسنتم شيخ. أذكر الإخوة والأخوات بغدا الساعة 10 صباحا في طعام الفطور، ومن ثم محاضرة مع السماح سيد حسن الكازوني في الساعة 11 باللغة الإنجليزية في قاعة الطعام. السلام عليكم ورحمة الله.